موضوع كمان الألغام المتواجدة والقذائف اللي ما أنا مبجورة، كمان عم نحاول نسعى إنه التنبيه، لأنه ما عندنا فريق اختصاصي في هذا الموضوع، عم نحاول ننبه على مكان المتواجدة فيه. حلت علينا بشائر النصر في جسر الشهود على يد الأخوة المجاهدين. قواهم الله وثبتهم بقوله الثابت إن شاء الله، وعلى إقبال آخر معاقل النظام في اللاذقية ودمشق. رح تتهاوى شبيحة الأسد تحت أقدام المجاهدين. تكبير! نقوم حاليا بعزل الأسر وترحيلهم، الأسر الآمنة، وترحيلهم إلى خارج مدينة الشور، ونسعى وندور على الجرحى والمصابين من المدنيين وجسس المدنيين، نضعهم في أكياس حتى نخرجهم إلى أهلهم، نوثق بعض الجسس اللي بحوزتهم هوية أو إثبات أو كذلهم. ونحن الآن الشبيحة يبقوا إلى آخر من يحمل إلى المسجد. يا أولي الألباب، وقال تعالى النفس بالنفس، وعليه قررت دار القضاء في حريتان تجريم المدعو أحمد حمود بن عبد المجيد وقتله قصاصا لإقدامه على قتل مصطفى حمود بن عبد القادر غيلة وعمدا، والله من وراء القصد. شاهد حمود.